تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر لرج انفو على الاهتمام ديالنا ديال الاهتمام ديالها دائما على النادي على النادي هذا. وبالمناسبه انا غدا ان شاء الله لو 15 ماي انا في افتتاح الرسمي ديال النادي ديال الكوس في الحله ديالو الجديده. طبيعه الحال بالشراكه مع المبادره الوطنيه للتنميه البشريه. ومع المنبر تنشكر السيد العميل على الالتفاته ديالو على النادي هذا اللي هو نادي اقدم نادي تاسس سنه 1973. وشنو نقول لك هذا النادي هذا اللي هو كان مهمش ماشي زعما كان مهمش. والحمد لله دابا في 2016 فين شبرنا المكتب الجديد انا كرئيس النادي هذا الحمد لله عرف واحد تطور كبير. 2016 اللي هو شبرنا المكتب عرف تطور. 2017 درنا كاس مسيره على المستوى الوطني وبان بالبدايه الوطنيه. ان شاء الله 2018 2019 نشوفوا ان شاء الله يبان على على المستوى القاري يعني القاري على القاره الافريقيه ان شاء الله. تنشوفوا ان شاء الله نديروا واحد الكاس نسميوه كاس افريقيا صداقه المغرب الافريقيه ان شاء الله. تنشوفوا نحاولوا نضموا ان شاء الله على ان شاء الله هنا في العرايش. وكما قلت لك 2017 كان الحمد لله كاس المسيره الخضراء اللي حققناه ان شاء الله حققنا بنجاح. واخا كان ضعف الامكانيات وصعوبه في الدعم ولكن مع ذلك هادشي كاع تجاوزنا الحمد لله تجاوزناه وقمنا ونجحنا في تنظيم كاس المسيره الخضراء. وهذا اللي عطانا ان شاء الله واحد 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 دفعه جديده نديروا ان شاء الله كاس تكون ان شاء الله في المعيار الثقيل على المستوى القاري يعني تبان فيه ان شاء الله المدينه العرائش على المستوى القاري ان شاء الله. شي المقر فيه غادي يكون شنو بلاصه؟ المقر من المقر الرئيسي المقر الرئيسي الحله ديال الجديده غاتما تدخلوها تشوفوا يعني في حي الغريصه حي الغريصه طبيعي الحال دخل حي الغريصه طبيعي الحال حي يعني على مستوى العمل القاعدي والممارسه يعني شنو هي الجديد يعني مستوى يعني المستوى ديال نعم الممارسين المستوى الجديد الممارسي هو اننا ان شاء الله تنخموا ان شاء الله باذن الله مهما دابا المبادره عن الحمد لله دات معها الشر في اطار الشراكه المبادره الوطنيه دابا عندنا لي مويان صافي دير عندنا لي بول باش وسائل صافي لي بول صافي الوسائل ان شاء الله تنخموا نديروا شي مدرسه اللي تكون ان شاء الله ثاني مدرسه في العصور الشمال الغربي من بعد مارتيل غتكون ان شاء الله في العريش لان كاين التيران ديال البحث السلاحه اللي كنا اللي درنا 11 في الكوبيتيسيون ديال كاس المسيره. هذاك التيران كنا تراصيناه وداك الشيء تراصيناه على مستوى يكون بور لي كوبيتيسيون هما كبار. وهو اللي غيساهم ان شاء الله في انجاح المدرسه هذه. ان شاء الله غنهزوا الوليدات الصغار عنا لي بول عنا لي توني ونبقى ان شاء الله يمارسوا اللعبه الحديديه على القواعد ديالها نعم. الوضعيه الماليه للنادي خاصه انه كاين ضمن تظاهرات كبرى ودائما كيكون هناك يعني عز الوضعيه الخصاص دائما نعم. الخصاص كيفاش كت اش نقول لك المجموعه الخاصه باش تنظموا تظاهرات كبرى بحجم شوف نقول القضيه انا كانسان زعما شنو نقول لك انا كمهني كمقاول ديما حتى المقاول ديما عنده مشاكل في التمويل في المشاريع ديالو. انا خدي النادي خديته كمقاوله نعطيك مثال بسيط في كاس المسيره لا ليغ تخلات علينا قالت لك سيدي حنا ما عطيتش الدعم الجامعه عطاتنا الدعم اللي هو 100 درهم هذاك ديال البريم صبنا صعوبه كبيره في من ناحيه الدعم ومع ذلك تجاوزنا كاع هذه المراحل هذه وتجاوزنا كاع الصعوبات واجي اسيستي باش ندير كاس المسيره في العريش كانوا يديوها لمدينه اخرى للجنوب انا قلت لهم لا دير في العريش وخا لقيت صعوبات قلت لهم لا غدير بس كي فات شنو النتيجه ديالها انا نجحت هي نجحت دونك انا شنو نقول لك بالنسبه للوسائل الماديه ديما عندنا ندعو في النادي نعطيك مثال بسيط حنا قمنا دابا دخلتي النادي تشوف السور الغريصه عندنا شراكه مع مجلس بلدي الاصلاح ديالو السور الغريصه اللي هو كان مشكل كبير بالنسبه للساكنه ديال الغريصه دابا تيشكر اللي دابا تيشكر طبيعه الحال كما دابا انهيار عندنا التصور ديالو حنا صوبناه هو جزء من الصور ديال النادي طبيعه الحال ولكن المدخل الرئيسي للغريصه حنا الترميم عاودنا كامل هو عاودنا حنا نادي ضعيف نادي ضعيف وعاودنا الصور اللي هو الصور يعني من حجم 80 كيفاش يمكن انتم تبحثوا على موارد يعني اضافيه باش تدعموا البرامج ديال النادي
ما كاينش طبعا ما كاينش مواد اضافيه، راه ما كاين معنا حنا واحد الطبقه التقليديه، حنا كنادي الكره الحديديه تم الجامعه الملكيه الحديديه ما عندناش الدعم الجامعه الملكيه الحديديه باش نعرفوا، حنا لي كارت ديال ليسونس حنا تنشريو لي كارت ديال لي ليسونس وتنخلصوا ليها في الياسون انت لا ليغ، حنايا ما كاينش الدعم. بالنسبه ل 2018 هاد 2018 عطاتنا الجامعه الدرائش الدعم ديال 20 درهم، 20 درهم اللي هو شنو نقول لك زعما 20 درهم اللي هو 20 درهم اللي هو مبلغ زعما انت هزيل مستوى يعني هزيل 20 درهم، لان حنا درنا بادره الصور شركه مع الجماعه الصور مطلع المواد الاوليه حنا بيد العميله، ولكن الصوره تقام هما واحد 40 درهم 50 درهم ماشي سهل، لان الصور كان مهدم انهيار. اذا دائما كاين المشكل ملي كنقولوا البحث على الموارد الاضافيه كيكون دعم يعني سبونسور ولا الشركات ولا القطاع الاقتصادي، يعني شنو نقول لك انا العام انا نساهم في تنميه الرياضه، يعني انتم ما كتبحثوش على موارد اخرى؟ شنو نقول لك انا من جهه من الناحيه ديالي كان بعض الشركات اللي عملوا العاون تنشكرهم، ولكن ماشي شي دعم الدعم اللي هو، ولكن مع ذلك ولكن الاكثريه ما دعموناش، وتيقول لك حقا جيتو معطلين حقا جيتو معطلين حقا ما هذا تسمو دائما تسمو ديك لا لا لا. شنو نقول لك حنا العزيمه ديالنا والاصرار ديالنا انت كان انت كسي شنو هي الرساله اللي كتوجه للفاعلين الاقتصاديين دعم رياضه الكره الحديديه باش نعطيك واحد باش نعطيك الخلاصه ديال القول. انا مشبت بهذا النادي هذا ونقول لك علاش، اولا من جهه الاولى انا تربيت في النادي هذا، عندي في تاريخ تنشوف راسي كنت باقي صغير، عندي كان عندي 4 نعم فهمتي، دابا انا كنت جمع الوليد ديالي مسكين حتى هو مزيد درجات كبيره حتى هو عاوني في هذا النادي هذا الله اكبر ان شاء الله على الاذن، الوليد ديالو مسكين تعاوني في الترميم ديال النادي تيقيل معايا دابا صافي 3 موا وحنا في نهايه الاصلاح ديالو، وانا الوليد ديالي تيعاوني وداك الشيء، كاين الاخوان المكتب ولكن الوليد ديالي الاخوان المكتب عندهم خدام ما يمحقون الوظيفه العموميه ما يمكنش يسمح الوظيفه ويجي يعاون طبيعي الحال تيجي يعاون على الاقل امكان ديالو، ولكن الوليد ديالي راجل كبير تيقيل هنايا مصبات العشيه معايا، انا سامح في خدمتي دونك انا مضيع وقتي في خدمتي وسامح في الخدمه ديالي وفوق ديالي وباش باش باش نوقف على الاشغال ديال النادي هذا، والحمد لله ملي تلقى واحد النجاح واحد الشكر من السكينه ديال الغريصه على هذا تنسى كل شيء تقول الحمد لله المهم عملت واحد النجاح اللي هو بان ماشي اذا ملي كنسمعوا التدشين حنا كنعرفوا النادي هو من السبعينات هو مولود، يعني التدشين هذا ديال شنو هي الاضافه اللي غادي تكون فيه بدل ان هو الوقت غدا نعرفوه وداك الشيء، ولكن ما كاناش يعني تحط ماشي مشكل المستقبلين ديالنا نعم هذا الشكل ديال الافتتاح ولا التدشين جيد، واش ضفتوا التجهيزات واش كاين شي طبيعه الحال تجهيز شي حاجه جديده اخرى طبيعه الحال تجهيزات كبيره بزاف، انا شنو نقول لك انا تكون هنا ان شاء الله هنا واحد البيفات كافي يعني كافي مقصف مقصف فوالا هو كان مقصف اي ولكن كان مقصف ما بقاش يعني هذاك الشيء قديم ومتلاشي وما كانش ضعف امكانيات زعما الصراحه هي زعما عم يبقى من السمر حتى لدابا راه ديجا بام الحمد لله من 73 حتى لدابا راه تنشكر الناس اللي كانوا خداو البادره نقول انا ما صافرتو جيت تنلقاو نشكر الناس اللي كانوا راس قبل منا اللي بقات لا كونتينيتي حتى لدابا الحمد لله. المقصف هذا اللي غيجعلنا هذوك الدراري اللي هذوك الدراري الصغار اللي غيجيو يبقى يلعبوا هنايا لا بيتونك لي بول انا لا بيتونك في الحال حتى خاصو لي كونكور كاين ديبلاسمون كاين لي فري هاد لي فري منين غيجيو راه خصك لي مويان هاد البيفات هادي نجعلو هي هذيك الدري الصغار باش نقدر حنا نحتضنوهم يلعبوا لي بول وبقى يخرجوا يشوفوا لي كومبيتيسيون في لي كلوب لي زوت كلوب. عندك مثال بسيط حنا بوزنيقة عندها تبارك الله الوليدات اللي مثل المغرب في الشينوا مثل المغرب المنتخب المغربي في الشينوا تبارك الله جيك غير منهم تبارك الله وليدات زوينين مثل المغرب في الشينوا من الشباب نعم الدري الصغار جونيور تبارك الله بدو في الشينوا وبقى ثاني بطل وبقى على ما اظن الرتبه الثانيه حنا بوركو با الحمد لله عندنا لي موين في العريش الحمد لله مدينه تبارك الله معروفه باللي من بكري كاينه الباحه اللي في واحد الطينه تما اللي هو عجبني هذيك واحد القضيه هذيك نستمروا في البنيات الجديده شنو تفصلوا من غير المقصف ضفنا سيدي المقصف هذه من هذا السور الغريصه اللي هو تعاود لي طواليت تعاودوا كاملين ما كانوش لا كويزين كتطيح من هذا من انهيار صوبناها حتى لي دوش تا هما صوبتهم صوبنا بطبيعه الحال هادو كاينه بعض التجهيزات اللي هما داخل في اطار المبادره بعض التجهيزات اللي هما من حلينا الاصلاح كانوا من طرف النادي ما بقاو على بقاو كريدي على واخا كان السؤال الاخير بالنسبه للفئات الصغرى واش كاين شي اقبال على الممارسه بالنسبه للفئات الصغرى والعمل التعليمي مؤخرا جاوني واحد سميت وليدات صغار هنايت عجبهم الكره من هذا الشبيك وهذا بقى تيبان النادي من برا دخلوا دخلوا جري صغار هنايت
وعجبتهم اللعبه لعبتهم جاتهم اللعبه الكره الحديديه وبقيتو تيجيو بالسبت تيجيو لنا الكره الحديديه قلت لهم دابا تقراو من السبت مرحبا بكم دابا ما كاين القرايه وكيشا من بعد من تكون الامتحانات مرحبا بكم كل نهار باش من ما نصدقوش نخرجوا من نجيو لعبه الكره الحديديه ونمشيو نصحوا في القرايه قلت لهم دابا الامتحانات تبقى تجيو من السبت